اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، اتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره. ومن اليوم العالمي للطفل الى الاسبوع العالمي للتوعيه بالمضادات الحيويه، سعداء ان تنضم الينا داخل الاستوديو الدكتوره ايناس سيف الدين من المركز القومي للاعلام الدوائي. اهلا بك دكتور ايناس، وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. شكرا لكم، صباح الخير. اهلا وسهلا. اول حين نعرف بالاسبوع باليوم العالمي احتفال طبعا بإرشادات مختلفة، لأن المضادات الحيوية عندها مخاطر كبيرة جدا بالنسبة للإنسان، وفيات وقائمة تطول يعني. فنتكلم عن هذا الأسبوع وهذه الفكرة. طبعا كلنا عارفين انه المضادات الحيوية اصلا ما اكتشفوها بالساهل، يعني كانت في البداية الناس كانت بتموت بالالتهابات البسيطة، واكتشاف البنسلين كان يعتبر ثورة في عالم الأدوية، وكان بيحافظ على حياة الناس وكده. فللأسف في الفترة الأخيرة بسبب الاستعمال الخاطئ من الناس، استعمال غير رشيد، سواء كان من يعني من الأفراد، من المرضى، من الأطباء، من الصيادلة، فبقت المضادات الحيوية بدأت تفقد مفعولة، بقت للأسف ما بتعالج، فبقت عدد الوفيات مثلا بتزيد. الزول مثلا بيدخل العملية، عارفين إن العملية لما تدخلها ما بتكون أنت مثلا الجرح مفتوح وكده، فبتاخذ مضادات حيوية، فبيقوا إنه شنو؟ للأسف الناس بترجع بتموت تاني من الالتهابات، البيشنت مثلا ما بيستجيب للعلاج. فالحاجة دي ما في السودان بس، الحاجة دي بقت في العالم كله، فالناس بقت خايفة، بقول لك انه احنا حنرجع لعهد ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية، انه ناس تاني حترجع تموت من التهاب بتاع وجع حلق بسيط، انه ناس تاني تدخل العمليات ما حتلقى حاجة تحميها من المخاطر وكده. فجات قبل ممكن نقول 5 سنين او اكتر، او ممكن من قبل 2012، انه الناس لا يكون في وقفة في اسبوع كامل من يوم 18 نوفمبر لحد يوم 24 نوفمبر، انه الناس ترفع الوعي وتلفت الناس لمخاطر استعمالنا للمضادات الحيوية، وكيف انه الحاجة دي حتأثر على الاجيال الجاية. لو نحن هسا ماشيين امورنا، طيب الناس اللي حيجوا من بعدنا يعني، فالموضوع ده له وقفة يعني. طيب في شكل كبسولة بتاعت مضاد حيوي صغيرة كده، شنو الرسالة الصغيرة اللي احنا ممكن نرسلها لكل الناس بانه استعمال المضادات الحيوية زي ما انت بتتكلم الان؟ لانه عادي بقينا نمشي الصيدلية مهما كان السبب عندي، وحتى حافظين الاسماء يعني مختلف الفئات العمرية، كنا حافظين الاسماء وانا داير كده وكده يعني دكتور براوي بس بالضبط كده. طيب نحن مثلا الرسالة حنقسمها لثلاثة، او يعني مش كل زول بتقول تديه الحاجة ما يليه. فبالنسبة للمواطنين بنقول لهم ما تشارك غيرك في المضاد الحيوي اللي كتبه لك الدكتور، ما تاخذ مضاد حيوي من غير ما يوصف لك الدكتور تمشي يفحص لك، لانه زي ما قلنا في التهابات بتكون فيروسية، وفي التهابات بكتيرية، وفي حساسيات، فانت لازم تاخذ المضاد الحيوي للمرض الصحيح ولنوع البكتيريا الصحيحة. حتى في الالتهاب كله بكتيريا عندها مضاد حيوي معين. وما تضغط على الطبيب، يعني احنا برضه بقت في الواحد بيمشي للدكتور وبرضه بيضغط عليه انه يكون محدد المرض اصلا شنو، ويكون محدد العلاج. فدي واحده من الحاجات الخاطئه اللي عايزين نوقفها. نعم. بالنسبه للصيادله بنقول لهم انك انت مرات التعاطف مع المريض، انه الحاله الماديه ضعيفه، انه هو يمشي لدكتور ما عنده حق الدكتور، فهو بمقدراته وبعلمه بيقول خلاص انا انه اصرف له المضاد الحيوي وهو محتاج له. فبرضه بنقول انه التعاطف ده بعدين حيؤدي لمخاطر اكبر، وحيدخل المريض في يعني تبعيات اقوى. بالنسبه للاطباء بنقول لهم يتدرجوا، المضادات الحيويه هي انواع، يعني في الخط الاول، الخط الثاني، الخط الثالث. فواحده من المشاكل انه الاطباء بيجوا بيقفزوا الخط الثالث باعتبار انه بيكون علاج قوي وفعال ومدته قصيره وكذا. فنقول لهم لا، انه ابدوا من البدايه. في اصلا فحص بتعمل معملي انه بيحدد انه نوع البكتيريا شنو والمضاد الحيوي المناسب ليها شنو. فبنقول لهم انه استخدموا الكالتشرال سنسيتيفيتي تيست اكثر، وتدرج يعني تبعوا البروتوكولات العلاجيه. طيب فيما يخص طبعا الاسبوع ده حيكون في مشاركين، اوراق حتقدم عشان تكون جانب التوعيه او يكون اكبر، نتكلم عن الجهات اللي ممكن تشاركهم خلال هذه الاسبوع. في السودان من 2017 تبعا لل يعني التوجيهات بتاعت منظمه الصحه العالميه، في حاجه اسمها السودان ناشونال اكشن بلان او الناشونال اكشن بلان، يعني هي زي انه العالم كله بيخلي له بلان متكامله ان هم كيف حيحتووا موضوع المقاومه في المضادات الحيويه. فالسودان كان اجاز الخطه بتاعته في 2018. الخطه نفسها بتتكون فيها مثلا جانب يلي التثقيف ورفع الوعي، فيها جانب متعلق بال
يعني الكباسيتي بتاعت المعامل، انه نحن ذاته يكون عندنا معامل كويسه بنقدر نعمل فيها الفحص بتاع الكلتشر والسنسيتيفيتي، اللي هو ولاد التزريعه تقريبا، التزريعه نعمل فيها التزريعه، انه فيها جوانب عندها علاقه اصلا من البدايه بانك تقلل الالتهابات، يقولها الانفكشن كنترول، انه من البدايه ان انت كيف يعني تحارب الالتهابات من البدايه ما تحصل عدوى. فالحاجه دي هي عباره عن شراكه مع جهات كثيره، يعني الحاكميه بتاعت الحاجه دي في اداره الصيدله، معانا الشركاء، معانا التامين الصحي، معانا ناس ضبط الجوده، معانا ناس وزاره الثروه الحيوانيه لانه برضو في جزء متعلق بهم، معانا ناس الزراعه، معانا ناس المعامل. فهي جهود في جهات كثيره مقسمه وبيربطنا كلنا هو البلان اللي احنا خاتينها عشان تكونتين المشكله بتاعت المضادات الحيويه. نعم. فبالنسبه للناس احنا عندنا تبع الاسبوع في حيكون احتفال في الساحه الخضراء يوم الجمعه، من هنا يعني نحب نوجه الدعوه لكل المواطنين انهم يشاركونا، حيكون في مسرحيات دراما، حيكون في برامج ترفيهيه، هدايا، فانه الناس تجيب اطفالها وتجي. بالنسبه للجزء العلمي زي ما سالتني، الاوراق العلميه حيكون في ندوه يوم 24 ان شاء الله، هي اوريدي الدعاوى يعني توجهت لكل الجهات المعنيه ان هم يشاركونا، حتكون في يعني اوراق علميه تقدمت، الشغل اللي اشتغلناه وحتى الان التقدم اللي احرزناه فيما يلي هذا الموضوع، وانه لو الناس حتى عندها يعني توصيات مثلا او عندها حلول، انه يعني زي ما بيقولوا متخذين القرار او الناس ما يليهم في الموضوع يعني. نعم دكتوره ناس والله هي شغاله يوميه يعني في الشوارع، في المستشفيات، خلال الاسبوع في شارع النيل شغالين بالمساء، في مستشفى الخرطوم، مستشفى ام درمان، في بحري، وفي تنسيق مع الولايات مع ناس التامين الصحي. ده مجهود كبير والله دكتوره ناس. ونحن في الختام برضه بنتيح لك المجال لكبسولة أخيرة، ما حنقدر ناخذ شريط الكبسولات كامل، لكن أخذنا حبة كبيرة وناخذ حبة بس بدون مراعاة الوقت اللي بيناتهم إذا كان ست ساعات أو ما إلى ذلك. تمام. النصيحة الأخيرة زي ما قلنا إنه ده مستقبل أطفالنا، يعني نحن جينا كنا بنسمع إنه أهالينا زمان إنه كانوا يعني عدد الوفيات كثير في الأطفال بسبب الحصبة، بسبب الالتهابات، لأنه ما كان في علاج، فنحن جينا في فرصة أفضل، في زمن أفضل، كان فيه تقدم علمي، فبقينا الادويه متاحه بالنسبه لنا، المضادات الحيويه متاحه بالنسبه لنا، فانه الناس تعاين لاطفالها، نحن ثاني بعد ما طلعنا البيك نازلين للاسف، فكل زول بس يعاين لاطفاله في البيت، يعاين لاخوانه الصغار، ويعرف انه السلوك حقك سواء انت كنت طبيب صيدلي، سواء انت كنت مواطن، ام، ابو، بياثر في الناس الثانيين، وللاسف البكتيريا دي لما تكون المناعه مثلا فيك انت في جسمك بسبب سلوكك الشخصي، ممكن حتى لو انت بتستخدم المضادات بطريقه صحيحه او في حياتك ما استخدمت مضاد حيوي، لو العدوى انتقلت لك من البكتيريا المقاومه عندي، انت لما تجي تتعالج حتلقى انه المضاد الحيوي ما شغال فيك حتى لو انت سلوكك صحيح. فسلوكك الفردي بيأثر على المجتمع بسرعه. نتمنى من خلال هذا الاسبوع يجد الرضا والقبول من قبل اطياف المجتمع، وان تتحقق هذه الاوراق وتنزل عرض الواقع، وتكون جانب التوعيه يكون اكبر في مجتمعنا. احنا شاكرين جدا ومقدرين دكتور ايناس سيف الدين، مركز القمع اعلام الدوائي، على كل هذه الاضافات اللي قدمتيها عبر صباح الشروق. كثر خيرك. شكرا جزيلا لكم، شكرا على الفرصه. شكرا شكرا جزيلا.